متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا الاتصال المباشر مع مراسلنا حمزة متقي في منطقة أثني، حيث يتابع عملية الدخول المدرسي في منطقة الزلزال بعد انقطاع عن الدراسة لمدة أسبوع. حمزة مرحبا. مرحبا سي عبد الحق، مرحبا متتبعي اليوم 24. حمزة، معك مدير ثانوية في المنطقة، ممكن تقدموا لنا باش يقدم لنا آخر المعطيات حول الدخول المدرسي، حول أو بالأحرى يعني استمرار الدراسة بعد انقطاعها يعني لمدة أسبوع. هو في آخر المستجدات اليوم الاثنين استؤنفت الدراسة بتقليب الحوز والمناطق المجاورة لها بعدما تضررت المؤسسات التعليمية والثانوية التي كان سيتابع بها تلاميذ دراستهم، لكن الهزة الزلزالية تسببت في تشققات وانهيارات في عدة مؤسسات تعليمية، ما تدعى تدخل وزارة التربية والتكوين على التي عملت على إنشاء خيم بمناطق بملاعب القرب للمنطقة التي تحتوي على طاولات وصبورات من اجل استئناف الدراسه بالنسبه للتلاميذ. اليوم احنا في منطقه اثني باقليم الحوز، حيث استؤنفت الدراسه بشكل ما نقولش بشكل عادي ولكن بشكل استثنائي، لان احنا في ظروف استثنائيه خصوصا في اقليم الحوز. عديد من التلاميذ التحقوا بهذه الخيام اللي هي اقسام مجهزة بالكهرباء، مجهزة بالصبورات بالطاولات من أجل استئناف الدراسة بشكل عادي بعدما توقفت الأزيد من أسبوع. شاهدنا عدد من الآباء وعدد من الأمهات جاءوا مع التلاميذ ديالهم للمنطقة، حيث كان أجواء من الخوف، كان أجواء من الفرحة ممزوجة بين هاد الأساسين. هاد الشيء اللي عشنا. بعد قليل غادي يكون معنا مدير ثانوية الأطلس الكبير اللي هو محمد إدعبو، حيث تعطينا مجموعة من المعطيات والتفاصيل الخاصة بال. نعم حمزة، إذا كان ممكن نتكلموا مع السيد المدير. أول مدير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا سي محمد ايتابو. مدير محمد ايتابو، مدير ثانوي الاطفال التربيه الاعداديه. نعم. اذا المدير، كيف كان الدخول مواصله الدراسه في هذا الظرف الاستثنائي؟ اذا مواصله الدراسه اليوم كان بشكل عادي، وجاو الدراري كلهم جاو باش يتكلموا في الدراسه ديالهم، وكان واحد الاقبال كبير وكبير جدا. عندنا في اعدادي تقريبا 1686 تلميذ، بالنسبه للثانوي التعيد عندنا 1200 تلميذ. اذا جميع الاطر الاداريه والتربويه التحقوا على الصباح، والتلاميذ كذلك التحقوا. اذا احنا شحال عدد الخيام اللي تم نصبها؟ عدد الخيام 32 خيمه، عدد 32 خيمه، و16 خيمه بالنسبه للاعدادي، و16 خيمه بالنسبه للثانوي التعيدي. اذا كل خيمه كتل تقريبا 40 تلميذ. اذا احنا في الحصه الاولى حاليا دابا كنعتمدنا على الدعم النفسي بالنسبه للتلاميذ. اذا احنا الحمد لله الامور غاديه مزيان، والدراري جايين كاملين كحقو، وحنا بشكل طبيعي. نعم سي تعبو، قلت بان بديتوا بالدعم النفسي، يعني فعلا بغيت نسولك على هذه النقطه، كيف هي الحاله النفسيه للتلاميذ، خاصه انه هناك من فقد يعني اولياء اموري ابائي او اصدقائه، يعني كيفاش كانت الحاله النفسيه؟ اذا حاليا الحاله النفسيه ديال التلاميذ كلها عاديه، لان حاليا باقي ما لقيناش شي تلميذ اللي فقد الاب ديالو. اذا اللي كنسولو كيقول لك الحمد لله. اذا جاو الدراري فرحانين ومستمرين الدراسه ديالهم ان شاء الله، وحنا في الموعد وكنا معولين باش نبداو اليوم، والحمد لله حنا بدينا وكنفتخروا بهذا الشيء. بالنسبه للطاقم التربوي الاساتذه والاداريين، الطاقم التربوي كل شيء التحق، عندنا 38 استاذ بالنسبه للاعدادي و36 استاذ بالنسبه للثانوي التعليمي، كل شيء التحق الصباح بالاطر الاداريه بالاطر ديال الدعم الاجتماعي. اذا الحمد لله الامور غاديه احسن الدروس. سيد المدير، هذه اذا كيتعلق هذا الامر فقط بالثانويه اللي كديرها، اللي هي الثانويه ثانويه الاطلس، ولا هناك فقط ولا هناك مبادرات اخرى مثل مدارس اخرى؟ نعم.
هل هذا الأمر يتعلق فقط بالثانوية اللي كتشرف عليها، ولا كاين مبادرات بالنسبة لا لثانويات أخرى؟ لا، كاين كل مدير كيشرف على المؤسسه ديالو بنفس الطريقة. الحمد لله. كاين التعاون بيناتنا، كل واحد كيستشر على الاخر، وكنتعاونوا تقريبا اسبوع هذا حنا كنتعاونوا، والحمد لله وصلنا الهدف ديالنا باش التلاميذ يلتحقوا ويكملوا الدراسه ديالهم بشكل كامل. اذا كاين حتى شي مشكل، اذا كان التنسيق بيناتنا جميع المديرين ديال هذه المنطقه وتعاوننا، والحمد لله كان الامور احسن ما يرام. طبعا هذا حل مؤقت، يعني هل هناك يعني استعدادات اذا لحل؟ هذا حل مؤقت، اذا نعم. ان شاء الله كاين حلول اخرى باش بناية ديال المؤسسه ان شاء الله في اقرب الاجال ان شاء الله. ان شاء الله، وشكرا جزيلا. وشكرا، بارك الله فيكم، شكرا للاستضافه. شكرا. الو الو حمزه، قبل ما تجي تعطينا توضيحات اكثر حول انك تكلمتوا مع تلاميذ اللي كانوا متوجهين للمدارس هذا الصباح. نعم، قبل ما ندوزو بالنسبه للتلاميذ والحاله والاجداد ديالهم والحاله والاحاسيس ديالهم، بغي يكون معنا بعد قليل واحد الاستاذ اللي من الاساتذه الذين اشرفوا على عمليه الدراسه في منطقه اسني. استاذ عبد الله، غادي ندوزو لكم الاستاذ من اجل المزيد من التفاصيل ومن الوضع، وغادي يقربنا اكثر من الوضع ديال التلاميذ. السلام عليكم. عليكم السلام سي عبد الله، مرحبا بك في موقع اليوم 24. يمكن لك تقدم لنا يعني الاستعدادات اللي قام بها الطاقم التربوي من اجل استئناف الدراسه اللي انقطعت منذ الزلزال اللي ضرب المنطقه في 8 شتنبر، يعني الجمعه قبل الماضي. مرحبا. اولا بالنسبه للاستعدادات، كانت نسبوا هنايا بعض الخيام اللي غادي يرجعوا التلاميذ يستأنفوا فيهم الدراسه. اليوم كان اليوم الاول لاستقبال التلاميذ. حاولنا في هذا اليوم هذا اننا نديروا واحد شويه ديال الدعم النفسي للتلاميذ، وسولناهم زعما واش مستعدين نفسيا للعوده للدراسه. الحمد لله لقينا واحد التجاوب كبير مع معظم التلاميذ، يعني معظم التلاميذ فرحانين انهم غادي يرجعوا للمؤسسه لهذه الخيام هذه المؤقته، فرحانين ومستعدين نفسيا ان شاء الله باش يستأنفوا الدراسه. نعم، بالنسبة لهذه الخيام، هل هي مجهزة بكل الوسائل يعني بالنسبة للتلاميذ بالنسبة للدراسة؟ هي هو حل مؤقت. نعم. يعني حل مؤقت، المهم كاين طاولات، كاين سبورة، كاين أقلام، هذاك الشيء اللي مهم. نعم، بالنسبة للدراسة راه كاين. نعم، وبالنسبة للطاقم التربوي، هل هو كله مقيم يعني في المنطقة ولا لا لا، كاين اللي مقيم في تحنعوت. نعم. أنا شخصيا مقيم في تحنعوت، وكاين بعض الأساتذة اللي مقيمين في مراكش، وكاين اللي مقيم هنايا، وكاين اللي تهر المسكن ديالو، حتى هما كاين اللي تهر المساكن ديالو. نعم، وكيفاش كتدبروا هذه المسألة، أنه كاين أساتذة اللي يعني تضرت المساكن ديالهم، حتى هما عندهم صعوبة في أنهم في المسكن، وحتى التلاميذ المساكن ديالهم مهدمة، يعني غيكون صعب يعني الدراسة في ظل الأوضاع، ولكن مع ذلك لابد من رفع التحدي. الحمد لله، احنا رافعين التحدي، وإن شاء الله نكون قد تسولي إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يوفقكم. شكرا. 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 إذا حمزة، نواصل معك باقي المعطيات المتعلقة باستمرار الدراسة في مناطق الزلزال. يعني كما قلت لي يعني قبل قليل أنك كانت عندك لقاءات أو حديث مع بعض التلاميذ العائدين، يعني كيفاش كان الطباع ديالهم أو الشعور ديالهم هما ترجعوا لمقاعد الدراسة بعد هذه الهزة الكارثية؟ هو الشهادات اللي استقينا من طرف التلاميذ، صراحة شهدنا كثير من الحزن في العينين ديالهم، لكن كاينه فرحة ديال العودة للدراسة، أنهم محتاجين يعاودوا يرجعوا للدراسة. شهاداتهم أكدوا على أنهم لا زالوا يعيشون قليلا من الخوف أو جزء من الخوف، لا زال التخوف من الهزات الارتدادية أن تتسبب في انهيارات أو وفيات أو ضحايا، لكنهم أكدوا شهاداتهم في مختلف الشهادات اللي استقينا اليوم على أنهم فرحانين بالعودة للدراسة، لكن
كانوا سيكونون سعداء اكثر كون رجعوا للمدارس ديالهم، خصوصا ان الاجواء تغيرت بشكل كامل. حجر الدراسة ماشي هي الخيام، التخوفات ايضا للتلاميذ من الامطار ومن تساقطات المطرية المستقبلية ان تهدد استئناف الدراسة بشكل عادي. هذا هما اغلب شهادات الاستقلال. ايضا بعض التلاميذ تحكونا على بعض الاصدقاء او التلاميذ اللي فقدوهم هنا بمنطقة اسني. بحزن ان لا كانوا تلاميذ غادي يكونوا حتى هما اليوم في حجرات دراسة، لكن للأسف الزلزال تسبب في وفاة عدد من التلاميذ. قبل قليل كنا سألنا النائب التعليم بإقليم حوز حول عدد الوفيات صفوف التلاميذ والأساتذة، لكن أكد على أن إلى حدود اليوم لا زالت المعطيات الرسمية غير متوفرة بالنسبة للنيابة، وانهم غادي يخبرونا. لكن حسب المصادر مقربه من نيابه وزاره التعليم اكدت ان حوالي 7 اساتذه لقوا مصرعهم في الزلزال، وازيد من 62 اصابه تعرض لها اساتذه بالاقليم الحوزي. نعم، بالنسبه للتلاميذ ما كانش اي معطى لحد الساعه، ما كاينش صعيب ان يكونوا معطيات، خصوصا ان يقدروا يكونوا اطفال فارقوا الحياة أنهم ما تتمدرسوش، ويقدروا يكونوا صعيب أن نخدم معطيات إلى حين توفر لنا وزارة التعليم أو النيابة الإقليمية بإقليم حوز. نعم، حمزة متقي، شكرا جزيلا لك على التوضيحات، ونتابع معكم في لقاءات أخرى مباشرة آخر تطورات وقائع الزلزال وآثاره في منطقة الحوز. شكرا لك. مرحبا.